ادي الكابتن اسماعيل يوسف يعني بيكلم لاعبته. تتلعب على طول داخل منطقه الجزاء وهدف دروجبا، هدف دروجبا، هدف مجاني كده دخل في الزحمه، عدت ومرت ووقفت تحت رجل اللعيبه عشان احمد حسن دروجبا يحرز الهدف الاول لغزل المحله. الهدف الاول لنادي غزل المحله يحرزه اللاعب احمد حسن دروجبا وتصبح النتيجه 1-0 لنادي غزل المحله. الدقيقه 29 من عمر احداث الشوط الاول. ادي الشوط الثاني بنشوفها مره ثانيه. ادي كوره عدت بغرابه شديده جدا، ادي اتثابت وادي عدت من عمرو فهيم عشان توصل سهله لاحمد حسن دروجبا.